موجز الأخبار من قناة المحور، أهلا بكم. تستمر فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية التي تنظمها القوات المسلحة خلال الفترة من 24 إلى 27 من إبريل الجاري بنادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. استمرت فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية والتي تنظمها القوات المسلحة خلال الفترة من 24 حتى 27 من شهر إبريل الجاري بنادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. وقد أسفرت نتائج منافسات البطولة الدولية لالتقاط الأوتاد بالسيف بالنسبة للفرق، والتي نظمت على هامش البطولة العربية العسكرية للفروسية حصول مصر على المركز الأول بنتيجة 131 نقطة، والأردن بالمركز الثاني بنتيجة 122.5 نقطة، والعراق بالمركز الثالث بنتيجة 102 نقطة. فيما أسفرت نتائج فردي السيف عن فوز اللاعب أسامة لواء من العراق بالمركز الأول بنتيجة 42 نقطة، وفي المركز الثاني اللاعب أحمد بكر من مصر بنتيجة 37.5 نقطة، وجاء في المركز الثالث اللاعب راني هملت الخواص من مصر بنتيجة 36 نقطة. حيث قام الشيخ محمد بن عيسى الفيروز رئيس الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد واللواء أركان حرب إيهاب لطفي مدير المدرعات للقوات المسلحة وسفير رواندا بالقاهرة بتكريم اللاعبين أوائل الفرد والفرق لالتقاط الأوتاد. صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أنه تم الانتهاء من تنفيذ 5256 وحدة سكنية جديدة بمنطقة غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة ضمن وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين. وأكد وزير الإسكان خلال متابعة سير العمل بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمدينة أكتوبر الجديدة ضرورة الجولات الميدانية المتواصلة بالأعمال التي يتم تنفيذها وتكثيف العمالة والمعدات للانتهاء من التنفيذ في الموعد المقرر وبالمواصفات والجودة المطلوبة. أعلنت وزارة الصحة والسكان فحص 434,210 مواليد ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة تحت شعار 100 مليون صحة، وذلك منذ انطلاق المبادرة في 13 من يوليو عام 2021. وأشارت وزارة الصحة إلى أن المبادرة تعمل حالياً بمرحلتها الأولى التي تستهدف الكشف عن 19 مرضاً وراثياً لدى الأطفال المبتسرين في حضانات مستشفيات وزارة الصحة والسكان. ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية إجراء المسح الطبي لجميع الأطفال حديثي الولادة بكافة الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية تمكنت من تسليم 8236 مشروعاً بإجمالي 127,450 فصلاً على مدار 10 سنوات. وشددت الوزارة على استمرار جهودها للارتقاء بالمنظومة والقضاء على التحديات التي تواجه قطاع التعليم، والتي من أبرزها مواجهة تحدي الكثافة الطلابية في الفصول الدراسية.